السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ شابتر 2. خليني أعمل شير للسكرين. شابتر 2، هون بنحكي عن إدارة المشاريع في أنظمة المعلومات. Information Technology، تكنولوجيا المعلومات، أنظمة المعلومات. هون بنحكي عن كيف بندير مشروع تطبيق او تنفيذ نظام معين سوفت وير كسوفت وير. فمثلا نظام تسجيل الطالب في الجامعه، هذا مشروع اذا بدنا نشتغله كيف بدنا نشتغله. هذا تشابتر 2 بركز على هاي النقطه. خلينا نبدا تشابتر 2 بشكل عام. لما نفكر بالمشروع، خلينا نفصل المشروع مرحلتين بشكل عام، مرحلتين فقط لا غير. حاليا مرحلتين فقط. Project Life Cycle is a collection of project phases. عندها تنتين، مرحلتين، two phases. Okay, a deliverable is a product or service. حكينا عنه as a technical report, reporting sessions, piece of hardware. ايا كان الشيء اللي بنطبقه software، يعتبر هذا deliverable بالنهاية، رايح نعطيه للكاستمر. فهدول المرحلتين شو هما؟ بشكل عام مرحلتين بشكل عام. المرحلة الأولى بنسميها Project Feasibility، إذا أنتم شايفين هون على السلايد Project Feasibility، اللي من خلالها بعمل شيء اسمه Concept، بعمل Development، وفي عندي Project Acquisition اللي من خلالها بعمل Implementation and Closeout. Okay. لو تفكروا في نظام التسجيل الطلاب في الجامعة، البروجكت فيزابيلتي بالنسبة لهذا المشروع شو هو؟ البروجكت فيزابيلتي كله عبارة عن documentation، كله عبارة عن أوراق تخطيط للمشروع من غير تنفيذ، لسه ما نفذت، بخطط للمشروع. لو تتذكروا الشابتر الأول حكينا عن شيء اسمه السكوب، تايم اند كوست. هذول لازم يكون مصحوبين في فترة التخطيط. شو هو المشروع؟ متى بده يبدأ، متى بده ينجز، حتى مراحل المشروع، متى بتبدأ هاي المراحل، متى بتخلص، بالنهاية اللي هو تكلفة المشروع كمشروع بكل تفاصيل التكلفة. فتخطيط لهذا المشروع كله بنسميها Project Feasibility Phase، اللي هي مرحلة التخطيط. بعد ما يتوافق على التخطيط كمانجمنت أو كشركة أو كمؤسسة أو كجامعة وافقت على الخطة اللي بدي أمشي عليها، ببدأ تنفيذ. التنفيذ بيبدأ في Project Acquisition عن طريق الـ Implementation، وبالنهاية Close Out إني سلمت المشروع. فمرحلتين، مرحلة تخطيط ومرحلة تنفيذ. مرحلة تخطيط ومرحلة تنفيذ. التخطيط مصحوبة في عدة شغلات، والتخطيط مصحوبة في عدة شغلات. حاليا بدنا ندخل مرحلة التنفيذ اللي هي البروجكت اكويزيشن. التخطيط راح نحكي عنها في الشابترز اللي بعد هيك، مرحله مرحله. بس حاليا خلينا لما نحكي بدنا ننفذ هذا المشروع، مرحله اللي هي بروجكت اكويزيشن، لما ننفذ هذا المشروع تنفيذ عملي، شو هو، كيف بدنا ننفذه، وشو هو المعضل اللي احنا بدنا نتبعه كشركه او تنفيذ مشروع. فهناك عدة مودلز، هناك عدة مودلز على تنفيذ المشروع، على تنفيذ المشروع. لاحظوا احنا هون بنحكي على المرحلة الثانية مش المرحلة الأولى، رح ندخل بالمرحلة الأولى بعدين، بعد الشابترز اللي بعد هيك، بس خلينا نركز على المرحلة الثانية حاليا في هذا الشابتر. المرحلة الثانية اللي هي الأكويزيشنز، اللي هي برضه بدي أرجع، اللي هي البروجكت أكويزيشنز، إمبلمنتيشن أند كلوز أب. هاي إني أنا أبدأ فعلا تطبيق المشروع. كيف بدي أبدأ تطبيق المشروع؟ في عندي عدة مارلز، في عندي عدة طرق على تنفيذ هذا المشروع. هاي الطرق كلها تسمى تحت مسمى SDLC. يمكن راح تقرأوا كتب أو قرأتوا كتب بتروح تشوفوا فيها SDLC، اللي هي System Development Life Cycle، اللي هي الطريقة اللي بتمشي فيها إنشاء المشروع من البداية للنهاية. مش مع عفوا مش مشروع، سوفت وير. الطريقة اللي بيتم فيها إنشاء السوفت وير من البداية للنهاية. اوكي، سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، اس دي ال سي. ففي اربع مودلز او طرق اللي حابين نسموهم على تنفيذ هذا المشروع. احد هذه الطرق اللي هي الواتر فول
الواتر فول لايف سايكل، اللي هي الواتر فول لايف سايكل زي ما انتم شايفين هون بالسلايد. الواتر فولز لايف سايكل راح بنبلش في الريكويرمنتس، ديزاين، ديفلوبمنت، تيستينج، ديبلويمنت اند ميتنس. لاحظوا بس انوه هون على شغله هدول المراحل: ريكويرمنت، ديزاين، ديفلوبمنت، تيستينج، ديبلويمنت، مينتنس. كل الطرق لازم ينفذوا هاي الخطوات، سواء بسموها بشكل مختلف او لا، لازم يطبقوا هاي المراحل. اوكي، فعندي الطريقه الاولى اللي هي الواتر فول لايف سايكل. شو يعني الواتر فول لايف سايكل؟ اللي هو انا ببلش الريكويرمنتس وبخلص كل الريكويرمنتس وبتوافق على الريكويرمنتس، ببدا عمليه الديزاين. بخلص كل عمليه الديزاين، ببدا فعلا اعمل اكتب الكود في الديفلوبمنت. بخلص كل الكود، ببعث البرنامج على التستنج. بعد لما التستنج ينجح وما في اي مشاكل، بعطيه للكاستمر للديبلويمنت. لما اعطيه للكاستمر الديبلويمنت، بضل عندي المينتنس. المينتنس اني انا مثلا اخلي واحد موجود مع الكاستمر، لو الكاستمر حابب يغير شيء، في شيء من البرنامج ما اشتغل، نبدا نعدل ونصلح فيه. فبتبدا بالريكويرمنتس، بتنتهي في المينتنس. اوكي، اول شيء برضه بجمع البيانات، المتطلبات للمشروع، بعمل ديزاين، ديفلوبمنت، كود، ببدا اكتب كود، برمج، تيستينج، بعمل تيستينج للكود للبرنامج، ديبلويمنت اني اعطيه للكاستمر ويبدا يشتغل عليه، وهون مينتنس انا بعدل حسب الطلب. لو فكرنا في نظام التسجيل تبع الطلاب، بجمع البيانات، بعمل ديزاين. الديزاين اللي هو شكل البرنامج، كيف البرنامج بده يكون، الكبسات، الكذا، يعني شكل فعلا البرنامج، وكيف البرنامج من شاشه لشاشه او انترفيس لانترفيس بينتقل. الشكل ممتاز، تم حتى الموافقه على هذا الشكل، تم الموافقه على الاليه كيف بده يشتغل. ببدا اعمل كودينج، وبناء عليه بعد التستنج، ديبلويمنت، مينتنس. للاسف بالواتر فول لايف سايكل، وهي ممكن تكون في شركات كثير كانت تمشي عليها، للاسف مدتها طويله جدا. يعني ممكن يستغرق الريكوايرمنتس لحالها، يستغرق شهر. الديزاين لحالها ممكن يستغرق 3 اسابيع. الديفلوبمنت ممكن شهرين ثلاث. كل مرحله من هاي المراحل بدها وقت طويل، كان ياخذ وقت طويل. عشان هيك صاروا يطلعوا برضه بطرق جديده او مودلز جديده علشان يشتغلوا عليها. المودل الثاني اللي رح نحكي عنه، اللي هو السبايرال مودل. سبايرال مودل هو زي الحلزوني نوعا ما، الحركه الحلزونيه اللي هي تيجي هيك من هون هيك على اليمين للشمال، تحت لفوق، فزي طبعا دوران عقارب الساعه. هاي السبايرال مودل. السبايرال مودل بيبدا في البلاننج، اللي هو المربع الاول اللي فوق على الشمال، البلاننج. الريسك اناليسيس اللي هي هاي المربع اللي فوق على اليمين. الديفلوبمنت المربع اللي الاسفل اللي على اليمين، والايفوليوشن المربع الاسفل على الشمال. عفوا 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 البلاننج المربع اللي فوق على الشمال، ريسك اناليسيس المربع اللي فوق على اليمين، الديفلوبمنت المربع الاسفل على الشمال، الايفوليوشن المربع الاسفل على اليمين. اوكي، فهاي السبايرال مودل متى فعلا يستخدم هذا السبايرال مودل؟ اذا كان في بيئه شغل صعب الغلط فيها. يعني كيف؟ يعني مثلا وكاله ناسا بدها برنامج بسيط معين عشان يشتغل مع احد انظمتها. طبعا انظمتها دقيقه جدا وسيء اللعب فيها. لو اثر على داتا معينه او معلومات معينه او بيانات معينه باي حاله من الاحوال، الانظمه حساسه جدا. فهون ننشئ هاي التول او هذا البرنامج الصغير، وبنطبقه على بيئه معينه، بنشوف الريسك. الريسك هون اهم شيء عندي سبايرال مودل. الريسك كيف؟ هل اثر على النظام بشكل سلبي او لا؟
او هل اثر على النظام بشكل ايجابي او لا. بناء عليه انا ببدا اعمل ديفلوبمنت للبرنامج، لو ايجابي ببدا ديفلوب برنامج، بعمل ايفالويشن بالنهايه. اوكي، سبايرال مارو، سبايرال مارو. الطريقه الثالثه اللي هي بروتوتايب مارو. البروتوتايب مارو هون بنحكي عن ايش؟ بنحكي عن اني اعمل بروتوتايب كامل، والبروتوتايب اللي هو نسخه مبدئيه كامله بناء على البروتوتايب. اذا نجح البروتوتايب، اذا البروتوتايب الكاستمر حب البروتوتايب، اعجب البروتوتايب، ببدا بناء على البروتوتايب ببدا اعمل تطبيق، ببدا اعمل ديفلوبمنت. اوكي، لو البروتوتايب نجح ببدا اعمل ديفلوبمنت للبرنامج. البروتوتايب زي ما حكينا نجح، ببدا اعمل، فلازم اعمل بروتوتايب اول، بناء عليه بشتغل الكود او البرنامج. الطريقه الرابعه اللي هي الاخيره، هاي حاليا هي المتداوله، هي الشركات البرمجه الكبيره ماشيه عن طريقها اللي هي بيسموها الاجايل. اجايل ما اجايل ما Agile software development describes a new approach, basically هو فعلا طريقة جديدة that focuses on close collaboration between programming teams and business experts. الفكرة وين في الـ Agile model؟ بعد راح أشرحه بعد شوي. الفكرة وين في الـ Agile model؟ إنه focuses on continuous releases. كيف المايكروسوفت بيشتغل هيك؟ continuous releases and incorporating customers' feedback with every iteration. برضو راح اشرحها بشكل ادق. بكل مرحله عندي عده مراحل، بقسم انشاء مشروعي او السوفت وير الى عده مراحل. كل مرحله فيهم بعمل بلاننج، ريكوايرمنتس، ديزاين، كودينج وتستنج. لاحظوا بكل مرحله من المراحل بعمل بلاننج، ريكوايرمنتس، ديزاين، بيلدينج اللي هو كودينج، اند ذن تستنج، سواء يونت تستنج او اكسبتنس تستنج مش مشكله، بس بعمل تستنج. فهاي المراحل كلها بمشي فيها في جزء جزء من المشروع، جزء جزء من المشروع. مثلا فرضا خلينا ناخذ نفس المثال اللي هو نظام تسجيل الطلاب في الجامعه. مثلا بعمل بلاننج، انا بدي اعمل نظام تسجيل الطلاب في الجامعه، بعمل بلاننج، بعمل اناليسيس للريكوايرمنتس للمتطلبات، بعمل له ديزاين، بعد بكتب له الكود، بخلص البرنامج، برنامج المفروض يكون شغال وجاهز للتستنج، بوديه على التستنج، عملوا له تستنج اموره جيده جدا، الشغل للبرنامج بيشتغل بشكل زي ما الكاستمر بده، بنتقل للشيء الثاني اللي هي مثلا خلينا نحكي انا عملت بس انشاء كيف التسجيل، هسه بدي اعمل جزئيه ثانيه اللي هي مثلا بدي الانستراكتورز او الدكاتره كيف بيتعاملوا مع هذا نظام التشغيل، نظام التسجيل عفوا، كيف بيتعاملوا مع هذا نظام التسجيل. فبعمل بلاننج، بعمل داتا اناليسيس، بعمل ديزاين، بيلدينج كود. لاحظوا اول شيء عملنا من خلال من منطلق طالبا، بعد هيك عملنا من منطلق الدكتور، وبعدين ممكن يكون من منطلق الماليه بعدين. فكل ايتريشن اللي هي مرحله معينه في شيء معين انا بطبقه بخلصه وبنفذ اللي بعده، بخلصه بنفذ اللي بعده. هاي الحلو بهاي الاجايل، ليش الناس الشركات كثير بتطبق الاجايل؟ لانه لاحظوا لما كنا نحكي عن الريكوايرمنتس ممكن تاخذ لها شهر، او بعدين تاخذ الديزاين بياخذ له 3 اسابيع. البلاننج والاناليسيس والديزايننج والبيلدينج والتستينج بالعاده بتراوح، خلينا نحكي بس افريج كوقت، هذا كله باخذ شهر واحد. كل الايتريشن المرحله هاي كلها ممكن تاخذ شهر واحد، المرحله الثانيه شهر ثاني، المرحله الثالثه شهر ثالث، ممكن بحدود 3 اشهر 4 اشهر اكون مخلص البرنامج كامل. خلينا نحكي 6 شهور بخلص برنامج الجامعه كامل، برنامج الجامعه، مش بس برنامج تسجيل الطلاب، برنامج الجامعه كامل، يعني برنامج تسجيل الطلاب، برنامج الدكاتره هيومن ريسورسز، برنامج الماليه،
برنامج الباصات، اي برنامج محتاج اشتغل اكون موجود عندي بالجامعه بكون مخلصه بفتره قصيره جدا. زي ما حكينا بشتغل مراحل مراحل، شيء شيء، بعمل planning requirement analysis designing building testing، انتقل للي بعده. فهاي هي بسموها الاجايل، الاجايل موديل، اللي هو بخلص iteration مرحله مرحله، بس كل مرحله بمشي فيها بالاربع او خمس مراحل، اربع او خمس ستيبس هدول مع بعض مع بعض. ولاحظوا لو سواء سميناهم شو ما سميناهم في اي مارل، هم كلهم بيتبعوا ايش؟ بيتبعوا، بدرجع شوي، بيتبعوا هاي العناصر، اللي هي لازم تجمع ريكوايرمنتس، لازم تعمل ديزاين، لازم تعمل ديفلوبمنت، لازم تعمل تيستينج، ولازم الكاستمر ياخذها ويعمل يطبقه ويعملوا اكسبتنس، يعملوا اكسبتنس. فاي حاله من الاحوال سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، دي طريقه انشاء السوفت وير، سواء اتبعت الشركه اتبعت الواتر فول او اتبعت السبايرال او اتبعت البروتوتايبنج او اتبعت الاجايل، كلهم لازم تجمع البيانات، لازم تعمل ديزاين، لازم تبدا كودينج، لازم توديها على التستينج، لازم الكاستمر اكسبتنس، ولازم يتوقع الكاستمر بالنهايه على استلام المشروع. بشكل عام هاي هي الاربع طرق. وبالنهايه بالنهايه احنا يمكن رح نركز هون فقط على طريقه السوفت وير، كيف بتبرمجه او مش كيف بتبرمجه، عفوا، كيف تستلم المشروع وبتمشي بالمشروع كسوفت وير. بس بدنا نعرف انه، نرجع شوي على سلايد هاي، انه اللي احنا حكينا عليه قبل شوي اللي هي بروجكت اكويزيشن، بروجكت اكويزيشنز اللي هي مرحله التطبيق للمشروع السوفت وير، لمشروع السوفت وير. اوكي، لمشروع السوفت وير. احنا بعد هيك رح نحكي عن بروجكت، التشابترز اللي بعد هيك رح نحكي عن البروجكت فيزيبيليتي، بروجكت فيزيبيليتي اللي هي البلانينج فيز، اللي هي مرحلة التخطيط للمشروع. فهون زي ما حكينا نركز بشكل سريع جدا وألخص كل اللي حكيته. بروجكت اكويزيشنز اللي هي هاي المرحلة الكبيرة بنسميها بروجكت اكويزيشنز، اللي هي مرحلة التنفيذ، وممكن ننفذ أي برنامج أي سوفت وير بأحد هاي الطرق، اللي هي الأولى واتر فول، الثانية السبايرال، ثالثة بروتوتايب، الرابعة أجايل. الآن وفي الواقع كل الشركات البرمجة حاليا بتستخدم الأجايل مارك، الأجايل مارك. Okay. وهيك خلصنا تشابتر 2، وإن شاء الله الفيديو اللي بعده على تشابتر 3. الله يعطيكم العافية.